بسم الله الرحمن الرحيم. السيد المستشار الجليل الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموقر، السيدات والسادة الأفاضل أعضاء المجلس، اسمحوا لي بداية أن أعبر لكم عن أسمى مشاعر الاعتزاز والامتنان عما تقدموه من جهد دؤوب ودور فعال في مساندة الحكومة، ملتزمين فيه بدوركم الدستوري ومسؤولياتكم الوطنية من خلال مجلسكم الموقر بتاريخه العريق الذي يحتضن آمال وطموحات شعب عظيم اختاركم لتمثلوه. أود أن أعرض على مسامع حضراتكم، وقبل أن أستفيد في الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الوزارة بشكل تفصيلي لوضع الحلول السريعة والمستدامة للتحديات التي تواجه التعليم في مصر، كان هناك عدة إجراءات تمهيدية للوقوف على تفاصيل تلك التحديات، بداية بإعداد دراسة شاملة من قبل المركز القومي للبحوث التربوية الذي يضم أكثر من 120 أستاذاً تربوياً، واستنباط الشكل الواقعي للميدان من خلال الزيارات التي تمت لأكثر من 160 مدرسة حكومية رسمية من مختلف المراحل التعليمية ب20 محافظة، وعقد عدة جلسات نقاشية مفتوحة استمرت لعدة أيام وأسابيع مع أكثر من 10,000 كادر تعليمي من معلمي ومدير المدارس ومدير الإدارات التعليمية والمديريات التعليمية والتوجيه وقياداته، وعرض ما تم التوافق عليه من دراسات وسياسات على مجلس التعليم قبل الجامعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. جدير بالذكر أن أكبر التحديات هي الكثافة الطلابية التي تجاوزت 200 طالب في الفصل الواحد في عدة إدارات تعليمية، كما أن عجز المعلمين وصل إلى أكثر من 460,000 معلم. وفي ضوء ما سبق وإيماناً منا بأن الأدوات البرلمانية الرقابية هي وسيلة أساسية لا غنى عنها لمساعدة ومساندة الوزارة في أداء مهامها وتنفيذ سياساتها ومواجهة إجراءات وتدخلات عاجلة لمواجهة أهم تحديات التعليم في 3 أشهر مضت شرفت فيها بتكليفي وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني. واسمحوا لي أن أنا أبتدي معاكم عرض أهم التحديات اللي كانت بتواجهنا وكيفية الحلول واشتغلنا عليها إزاي. أول حاجة هتكلم في محاور العرض التحديات التي تواجه العملية التعليمية: إعادة هيكلة التعليم الثانوي، التوسع في إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية، والتعليم الفني. مصر عندنا إحنا أكبر نظام تعليمي موجود في شمال أفريقيا، وعندنا 25 مليون طالب، عندنا 550,000 فصل، وعندنا عدد المعلمين اللي داخل الفصول 843,000 معلم. التحديات اللي بتواجه العملية التعليمية: أول حاجة كان عندنا ارتفاع في الكثافات كبير جداً، والفصول كانت واصلة لأكثر من في بعض الإدارات التعليمية وبعض الفصول في المدارس كانت واصلة لأكثر من 200 طالب، و150 و160 دي أرقام كانت متداولة في مدارس كتير جداً. فالحقيقة عملنا بعض الآليات اللي اشتغلنا عليها في هذا الأمر. أول حاجة كان عندنا المدارس الثانوية، مدارس الثانوية الحقيقة مجهزة تجهيز جيد جدا، فيها شاشات إلكترونية حديثة جدا، اشتغلنا عليها إن احنا كنا عايزين نستفيد منها أكبر استفادة، فحولنا بعض المدارس الإعدادية إن هي تخش مع المدارس الثانوية في المرحلة في الفترة الصباحية، والمدارس الإعدادية والمدارس الثانوية نقلناها فترة مسائية، وبالتالي فقدرنا نفضي مدرسة كاملة بالكامل للمدارس الابتدائية إنها تقدر تنقل فيها. ده كان أحد الحلول. الحل الآخر حصر الفراغات اللي كانت موجودة في بعض المدارس، والحقيقة كان فيه فراغات كبيرة في مدارس كتير، وخدنا الفراغات وحولناها إلى فصول. والحل التاني نظام الفترة الممتدة، إن إحنا بنمتد الوقت اليوم الدراسي بيمتد للساعة 5. والحل الثالث إن أيام الدراسة زودناها وغيرنا مواعيد الأجازات في بعض الإدارات. الحقيقة لما عملنا كده تركنا هذا الأمر لمديرين الإدارات التعليمية هم اللي يقدروا
كل إدارة لها طبيعة خاصة وكل إدارة لها ظروف خاصة بيها، فكان كل الحلول اللي احنا حطيناها حلول استرشادية لمدير الإدارات ومدير المدارس هم اللي يشتغلوا عليها. والحلول المستدامة ان احنا بنبني من خلال هيئة الأبنية التعليمية في حدود 15,000 فصل سنويا. طيب لما استخدمنا الحلول دي وصلنا استخدمنا الحلول دي في بعض الأماكن، بعض الحلول اشتغلنا فيها يعني غطت 11%، بعض الحلول غطت 19%، وصلنا ان احنا غطينا، ده مثال محافظة البحيرة، غطينا 100% من عجز من الكثافات اللي موجودة داخل الفصول. ولما اشتغلنا في ده اشتغلنا بشكل علمي، رحنا لهيئة الأبنية التعليمية، والحقيقة هم طلعوا لنا جميع المدارس على الجي بي اس، وكنا لما بننقل طلبة من مدرسة لمدرسة كان بيتم بدراسة من خلال هيئة الأبنية التعليمية، وكنا بنحول الطلبة في نطاق كيلو من المدرسة القديمة اللي كانوا موجودين منها، واتنين كيلو بالنسبة للمدارس الثانوية، ما فيش حد بيبعد عن مقر سكنه أو مقر المدرسة القديمة اللي موجود فيها. وده مثال لإزاي كنا بنشتغل مع هيئة الأبنية من خلال الجي بي اس على جميع المدارس اللي في الجمهورية. طيب النتائج اللي احنا وصلنا لها في كثافة الطلاب، إن احنا بقى عندنا 99% من مدارس مصر بالكامل تحت 50 طالب في الفصل، وبنتكلم في 60,000 مدرسة. لما 60,000 مدرسة احنا عندنا 99% من المدارس تحت 50 طالب في الفصل. لما عملنا كده استحدثنا دخل الخدمة معانا في العملية التعليمية حاليا 98,000 فصل جديد، استحدثنا 98,000 فصل ما كانوش موجودين في العملية التعليمية السنة اللي فاتت. طيب لما استحدثنا 98,000 فصل كان عندنا عجز المعلمين في العام الماضي 469,000 مدرس عجز. لما استحدثنا 100,000 فصل، لو افترضنا ان كل فصل هيحتاج 2 مدرسين وكل فصل، يبقى احنا العجز وصل الى 650,000 معلم عجز. طب لما وصلنا 650,000 معلم عجز، كيفية حل اكبر مشكلة موجودة وهي عجز المعلمين اللي كان موجود؟ حلينا 650,000 معلم عجز بطرق فنية داخل العملية التعليمية، وانا حاطط مثال صغير لاحد الطرق اللي احنا حلينا بيها موجودة هنا، هحاول نشرحها ببساطة. احنا كان عندنا السنة اللي فاتت اشتغلنا 23 اسبوع تدريسي، وهدي مثال على اللغة العربية، مثال في اللغة العربية، وكنا المدرس بياخد النصاب بتاعه 12 حصة في الاسبوع، وكانت الحصة 45 دقيقة، يبقى عدد الساعات الاجمالية اللي تم تدريسها للغة العربية 207 ساعة. فجينا السنة دي عملنا ايه؟ خلينا وقت التدريس عدد الاسابيع التدريسية 31 اسبوع، ونزلنا نصاب المعلم بدل ما هو 12 حصة في الأسبوع بقى 8، وزودنا مدة الحصة 5 دقايق بقت 50 دقيقة، فطلعنا نفس عدد الساعات اللي بيتم تدريسها 207 ساعة. طب جبنا ال 31 أسبوع دول منين؟ ال 31 أسبوع جبناهم من احنا السنة اللي فاتت كان كل بداية الامتحانات بتبتدي 28/12 في الفصل الدراسي الأول، فخليناها تبتدي 11 يناير، والامتحانات في الفصل الدراسي الثاني كانت بتبتدي في بعد 25 ابريل، خليناها تبتدي 22 مايو، فعملنا 7 اسابيع وابتدينا العام الدراسي يوم 21/9 بدل ما ابتديناه السنه اللي فاتت 30/9 جبنا ال 31 اسبوع. هذا الامر فرق في ايه؟ هذا الامر فرق ان احنا المدرس لما كان بياخد فصلين في 12 حصه ب 24 نصابه الاسبوعي، بقى ياخد 3 فصول في 8 حصص ب 24، يعني وفرنا ثلث القوة التدريسية، يعني لو عندنا 200,000 مدرس بقوا 300,000 مدرس. ده أحد الحلول الفنية اللي بندي عليها مثال في هذا الأمر، وقدرنا نسد بالحلول الفنية زائد معلمي الحصة زائد مبادرة ال 30,000 معلم، فالحمد لله سدينا 90% من عجز المعلمين أو أكتر من 90%، وبالتالي حضراتكم شايفين ده على الواقع إن المدارس الحمد لله النهاردة موجودة، مفيش فصل مفيهوش مدرس في المواد الأساسية الحمد لله. طيب عملنا ايه؟ تحسين احوال المعلمين. ادينا للمعلمين من ضمن الحلول ان احنا ادينا للمعلمين فوق النصاب، لما حد بياخد فوق النصاب بتاعه بنديله 50 جنيه على كل حصه، ولما بياخد 50 جنيه ده بيساعده لو هو خد 10 حصص فوق نصابه في 50 جنيه، يعني بيقدر يحسن دخله في هذا الامر. الحاجه الثانيه ان احنا المجموعات الدراسيه او مجموعات التقويه، خلينا المعلم ياخد 80%
من قيمة المجموعة التقوية اللي بتتاخد في المدرسة، وده كان أكبر حاجة احنا اشتغلنا عليها لمحاربة الدروس الخصوصية. وفعلنا صندوق رعاية المعلمين، الصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين، والنتائج ان احنا 90% اكتر من 90%، انا بقول 90% بس هو احنا اكتر من 90% بكتير، تم سد العجز في جميع مدارس الجمهورية والحمد لله. طيب لما جينا عايزين نرجع الطلبة، احنا بقى عندنا إمكانية اللي هم أكبر مشكلتين بيواجهوا العمليات التعليمية، الكثافات، وعندنا المدارس كلها تحت 50 طالب، وعندنا معلمين جوه الفصل، عايزين الطلبة ترجع تعود إلى المدارس بتاعتها مرة أخرى. فالحقيقة في النظام التعليم ما كانش فيه عندنا قبل كده اللي هو الفورماتيف أو اللي هو الأعمال السنة، ما كانتش مفعلة بالشكل اللي احنا فعلناه بيها بهذا الشكل، فعلنا هذا الأمر. والحمد لله حاليا برضو عندنا فوق 85% من الطلبة بتحضر جوه المدارس في المدارس الحكومية الرسمية. وبرضو كان عندنا تطوير الأنشطة الطلابية، الحقيقة في الفترة القادمة هيبقى في دوري المدارس ومهتمين بتدريس التربية الرياضية وبعض الأنشطة والإذاعة المدرسية، وشغالين على هذا الأمر بشكل كبير جدا. وعملنا برضو نزلنا على موقع الوزارة وحدنا التكليفات الأسبوعية للطلبة، يعني موحدين الواجب على مستوى الجمهورية، موحدين كراسة الحصة على مستوى الجمهورية، موحدين التقييمات الأسبوعية على مستوى الجمهورية، موجودة نازلة على الموقع، وكل الطلبة بتدرس بنظام واحد على مستوى الجمهورية في كل شيء. والحقيقة ده أمر برضو عشان أثار بعض الأقاويل فيه، اللي هي بالنسبة للتقييمات الأسبوعية، التقييمات الأسبوعية ما فيش ولا نظام تعليم موجود في العالم، حتى المدارس الدولية، حتى المدارس الخاصة اللي موجودة في مصر ما فيش حد بيشتغل بلا تقييمات أسبوعية. فالتقييمات الأسبوعية ده نظام عالمي بيشتغل في جميع أنظمة التعليم اللي موجودة في كل حتة في الدنيا. طيب إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، عملنا برضو في 3 شهور قعدنا هيكلة مرحلة التعليم الثانوي. الحقيقة كان عندنا نظام فيه 32 الطلبة كانت بتدرس 32 مقرر في 3 سنين، فلما جينا بصينا لقينا ال 32 مقرر المشكلة الكبيرة اللي كانت طالعة منهم إن الوقت اللي كان محدد للمواد الرئيسية أو المواد الأساسية ما كانش المدرس بيقدر يخلص المنهج داخل المدرسة. يعني لو خدنا مثال على أولى ثانوي، أولى ثانوي كان الطالب بيدرس فيها 14 مادة، ال 14 مادة اللي بيدرسهم إحنا عندنا 7 حصص في الأسبوع، وال7 حصص اللي موجودين في الأسبوع في 5 أيام بنعمل 35 حصة. لما بنطلع ال 35 حصة نقسم المواد ال 14 مادة على ال 35 حصة اللي في الأسبوع، فكان بيطلع مثال الفيزياء والرياضيات عدد الحصص فيها قليل جدا، بياخد حصتين في الأسبوع. فكان أول حاجة بتحصل للطالب لما بيخش المدرسة المدرس بيقول له أنا مش هقدر أخلص المنهج داخل المدرسة، لأن بحسبة بسيطة جدا الطالب هيبقى عنده 40 ساعة في السنة، والمنهج مصمم إن هو محتاج 100 ساعة في السنة. طب هو الطالب هيخش المدرسة في المدرسة ما يقدرش المدرس يخلص المنهج داخل المدرسة، الطالب هيبقى عنده سبيل يعمل ايه؟ لازم هيدور على سبيل اخر يكمل بيه المنهج بتاعه. فلما بيوصل لسبيل اخر يكمل المنهج بتاعه في ال 14 مادة. طب عملنا دراسة على هذا الامر، وعملنا دراسة مع مركز البحوث، شفنا اهم 20 دولة على العالم في التعليم، اقصى دولة بتدرس من 6 لـ 8 مواد في السنة. طيب شفنا الانظمة الدولية اللي موجودة في مصر زي نظام الاي جي بيدرس 8 مواد من 8 لـ 10 مواد حسب التخصص في قد ايه؟ في 3 سنين، واحنا بندرس 32. طب شفنا نظام الاي بي اللي هو الانترناشنال بكالوريا، اللي هو نظام يعني متعارف عليه ان هو نظام جيد جدا، نظام الاي بي بيدرس 6 مواد في 2 سنين، واحنا كنا بندرس 32 مادة في 3 سنين. ومشكلة ال 32 مادة ان احنا مدرسين المدرسة ما بيقدروش يخلصوا المنهج داخل المدرسة، فكان لازم يتم إعادة الهيكلة بشكل سريع جدا. وأعدنا الهيكلة الحمد لله بالشكل السريع، وكل اللي عملناه ان احنا ضمينا بعض المواد في سنين واحدة. يعني كان الولاد بيدرسوا كيمياء وفيزياء واحياء في اولى وتانية وتالتة ثانوي، بيدرسوا فلسفة في اولى وتانية وتالتة ثانوي، علم نفس وهكذا، فضمينا المواد في سنوات ونزلنا المواد. بقى عندنا اولى ثانوي بيدرسوا 6 مواد اساسية داخل المجموع، تانية ثانوي 6 مواد اساسية داخل المجموع، وتالتة ثانوي 5 مواد اساسية داخل المجموع. طيب وعملنا مناهج جديدة خالص، لأن احنا كان عندنا في أولى ثانوي في كيمياء وفيزياء وأحياء، فعملنا مادة واحدة اسمها العلوم المتكاملة، وصممنا المنهج بتاعنا من خلال مركز المناهج
ونزلنا المنهج بتاعنا وموجود على الموقع والولاد بتدرس عليه حاليا، والحقيقة مناهج جيدة جدا، والفلسفة نفس الأمر، والرياضيات قعدنا برضو هيكلة المنهج بتاع الرياضيات في الثلاث شهور وموجودة في على موقع الوزارة والولاد بتدرس فيه المدارس ومنتظمة فيه جدا. طيب بالنسبة لإنشاء المدارس اليابانية، والحقيقة المدارس اليابانية مدارس مبهرة ومدارس يعني أنا بقول ومتحمل هذا الكلام أفضل مدارس في مصر، ومدارس جيدة جدا ونموذج ناجح جدا، ونموذج احنا ان شاء الله هنبني عليه في المرحلة القادمة. والحقيقة عندنا حاليا كانوا 51 مدرسة ادخلنا في الخدمة، دلوقتي حاليا بقوا 55 مدرسة، وشغالين على خطة ان احنا ان شاء الله في المرحلة القادمة ان احنا ننمي هذا النوع من التعليم، لان نوع جيد جدا والطلبة فيه الحقيقة مستواها فوق الممتاز وتجربة ناجحة بجميع المقاييس اللي نقدر نتكلم عليها. طيب التعليم الفني وهو مستقبل، انا يعني التعليم الفني هو الحقيقه هو مستقبلنا ومستقبل فيه كبير جدا، ومستقبل الوزاره ابتدت من 4 سنين موضوع التكنولوجيا، مدارس التكنولوجيا التطبيقيه، ونموذج ناجح جدا، نموذج ممتاز. الحقيقه حاليا بقى عندنا 81 مدرسه في التكنولوجيا التطبيقيه، واعتقد حضراتكم عارفين برضو ان هو ده نموذج موجود في جميع المحافظات، والحقيقة هنشتغل عليه برضو وعاملين عدة مبادرات في هذا الأمر، وإن شاء الله في المرحلة القادمة هيتم التطوير فيه بشكل كبير جدا. عملنا بروتوكول مع وزارة العمل على 37 مركز تدريب موجودين على مستوى الجمهورية، والحقيقة أنا زرت أحد المراكز في إنا في إفت ودخلت واتفرجت عليه، حاجة يعني فوق الممتازة. وعملنا بروتوكول مع وزارة العمل إن إحنا هنستغل هذه المراكز لأولادنا في التعليم الفني إن هم يشتغلوا في هذه المراكز. يعني أنا ده الملخص إن إحنا كان عندنا 4 تحديات كبار جدا موجودين بقالهم أكتر من 40 و50 سنة. كان عندنا مشكلة كبيرة جدا في موضوع عجز، في موضوع الكثافات اللي داخل الفصول. الحمد لله وإحنا بنتكلم الدراسة منتظمة، ما عندناش فصل موجود فيه أكتر من 50 طالب. عجز المعلمين مشكلة مزمنة بقالها سنين طويلة جدا برضو. حاليا في جميع مدارس مصر وجميع المدارس مفيش فصل مفهوش مدرس في المواد الأساسية. كان عندنا مشكلة في مرحلة التعليم الثانوي، تم إعادة الهيكلة بالكامل لمرحلة التعليم الثانوي، والحمد لله دلوقتي الولاد منتظمة وبتدرس فيها، ونسبة الحضور في المدارس كانت في حدود من 10 ل 20%. حاليا بقالنا ده 5 أسبوع دراسي ونسبة الحضور في المدارس فوق 85% على مستوى الجمهورية في جميع المدارس. أنا الحقيقة بشكر حضراتكم جدا ومتشكر على دعمكم اللي هو واضح معانا في جميع المحافظات. احنا ما بنروحش حتة الا وحضراتكم بتساعدونا وبتأيدونا، واحنا متشكرين ليكم جدا، وان شاء الله يعني نقدر نقدم حاجة كويسة لبلدنا ان شاء الله. متشكر ليكم جدا.